السيدات والسادة الحضور، إن تنمية رأس المال البشري تعتبر الرهان الوحيد القادر على الضمان الحلول النهائي لمختلف المشاكل التنموية التي عانى منها البلاد طيلة العقود الماضية، وهذا ما وعى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز منذ اللحظات الأولى لانطلاق عملية إعادة التأسيس، وذلك ما تجسد في إعادة والاعتبار للإنسان الموريتاني من خلال التوجيه كافة الموارد المتاحة لخدمته في الصحة والتعليم والتشغيل.